أخيرا إلى قصة أم محمد السيدة عفيف العسيري وتواجدها في باريس ضمن حملة ملف الرياض إكسبو 2030، حيث كانت تمارس تحضير أطباق متنوعة من المملكة. التقرير من منصة التواصل الحكومي نتابع. بنجور سلفو بليه جوفو دغي تكت بو فأبها تروح تشرق الشمس تدفى للصباح برد في الليل برد قوي نفس باريس. والله يا ولدي يا فرحت فرحة لما كلموني عشان أشترك في إكسبو، فرحت عشان أبغى أحضر هوية بلدنا في الطبخ، ودائما أنا بسوي أكلات تعجبكم مرة، جربوا وشوفوا. إكسبو يعني يعتبر حفل كبير في فرنسا، كل الناس اتجهت له، كل العالم. لا جريش يسمونه روزيتو، المندي يحبونه مرة، ولا توقعت إن الفرنسيين أصلا تعرف تنطق مثل المندي. الكبسة يعرفونها من زمان، الكبسة للسعوديين، وفعلا والله نالت إعجابهم الأكلات الحمد لله. كل البهارات من السعودية، ما ينقص علي شيء. في هنا بس ما زي اللي تجي من السعودية، غير زعفران الهيل كلها من السعودية تجي، وقهوة مهيلة نشربها في باريس في فناجين تكفي. أم محمد معروفة في باريس، جيت قبل نقول 10 سنين، أكثر من 10 سنين، جيت في 2009 واحدة من بناتي ابتعثت، جات بعدها الثانية وجاء ولدي اللي بعدها وجت بنتي الصغيرة، والحين حفيدي اللي مبتعث، يعني عندي 4 مبتعثين زيادة عليهم حفيدي. هي هوايتي الطبخ، هوايتي من قبل لا أجي باريس، من صغري هوايتي الطبخ، يعني أحب الطبخ مرة، أحب أتفنن في الأكل. وكنت صغيرة لو كان بيض بس بيضة أطبخها أسوي لها أزينها أسوي لها تقديم خاص.